الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا شاهد الرأي الصقر يعضه في المنام علامة أن هناك أحد ما يريد أن يؤذيه في حياته الواقعية فعليه الحذر. إذا رأى الإنسان أن الصقر يعضه في المنام علامة أن صاحب الرؤيا يجب أن يراجع حساباته تجاه الأشخاص الذين ظلمهم في الحياة، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يصطاد الصقر ثم بعد ذلك الصقر عضه، علامة على فشل صاحب الرؤيا في محاولات نجاح في الحياة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن الصقر يعضها في المنام، علامة على مشاكل كبيرة بينها وبين زوجها، والله الله أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أن الصقر يعضها في المنام، علامة أن إنسان خبيث يريد أن يؤذيها فعليها الحذر. إذا رأت المرأة المطلقة أن الصقر يعضها في المنام، علامة أن هناك إنسان متسلط عليها ليريد إيذائها في الواقع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الإنسان أنه يهرب من الصقر في المنام، علامة أنه سوف يحقق أمنيات في الواقع، والله أعلم. رؤية الهروب من الصقر في المنام، علامة أن صاحب الرؤيا يخاف على أسرته كثيرا من أي مكروه، والله أعلم. إذا رأى الإنسان الصقر الأبيض في المنام، والله أعلى وأعلم، علامة على التحرر من السجن والحصار الذي كان عليه بشكل كبير، والله أعلم. الصقر الأبيض في المنام يشير أن الرأي سمعته طيبة ومنزلته عالية ورفيعة، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة